السلام عليكم ورحمة الله. معنا يا جماعة مين؟ إبراهيم بشاشة. إبراهيم بشاشة طبعا غني عن التعريف، بسم الله ما شاء الله. طبعا هو صاحب مطعم إبراهيم بشاشة، بس مش أي مطعم. إبراهيم من الناس القليلة جدا اللي بيقدم الأكلات الشعبية الجنوبية على حق. تفضل يا إبراهيم، كيف حالك؟ الله يحييك، الله يسعد قلبك، الله يسعدك، الله يسعد قلبك، الله تسلم يا ابو عبد الله، الله يسعد قلبك. انا يعني كل متابعيني من ابها، الله يسعد قلبك. يجون عندنا ان شاء الله في المطعم ياكلون اكل نظيف. اي طبعا.